السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هو كيت، حجز قناة لعبة اللي طلبتوها، اللي تقول كمل عليها، اللي هي ذا وولف انقلب ذا دور. حلو. المهم بنبدأ الحلقة الأولى الحين عندنا، بس الحين شنو وضعنا الحين؟ ما راح نلعب سنجل بلاير عشان الناس الحين تقول شلون مثلا إذا شريتوا اللعبة الحين الري اكسس. الحين أقول لكم حلو، إذا شريتوا اللعبة تبي تدورون السيرفر هذا، يعني الحين بسوي سيرفر معاكم وتشوفون عشان نبدا القصه بالسيرفر هذا ونبدا كل اللعب بالسيرفر. حلو. اول شيء اسم السيرفر اكتب هوك نفس ما تكتبون، اذا تكتبون عادي. انطر، خلنا نكتب الرقم السري 5 4 3 2 1. ايوه 5 4 3 2 1 1 2 3. طيب هذا رقم سري. حلو. وسيف اوروبي، ويلا بسم الله. انا كنت ودي احطها ايزي بس فكرت فيها شوي، لان تختفي متعه اللعبه شوي، تختفي يعني ايزي. انا دخلت سيرفر ايزي ما مت، لان حالات انه يكون صعب. خلينا نحط كلاسيك طبيعي، ويلا بسم الله كريتيف. هذا الحلقه الاولى. اوه بنجي صفر، شمعنا؟ ما ادري اذا السيرفر يشتغل وانا مو موجود، ترى ما ادري. خلينا نجرب. في ناس لازم تدخل. كم حد؟ 1 2 3 4 5 6 7. طيب انا بدي خلنا نكتب بس كذا. هي خلنا نكتب هيليو. يلا سو ستارت جيم. حلو، الحين نبدأ بنقي الشخصية. قبل اخترنا روبن ومثل مسبة البرد، فبختار الصراحة هذا لأن عنده 5% أكثر يستحمل البرد. أو في واحد ثاني أحسن منه. ما له داعي. هذه عندها كنا جنطة أكثر، ولا تشيل 10%، ولا تبني أسرع، ما أدري إيش لازمتها. المهم خلنا نختار هذا عشان البرد لا يجينا أو شيء. نختار دفاع أكثر وبرد أقوى، هذا نحتاجه. بسم الله بدينا. حلو. طبعا احنا عرفنا البداية. حلو، فيمكن اقصها، يمكن اخليها. لقيت اكل. طيب حظنا حلو حتى هذا. توتني. لا بداية موفقة. طيب هني في شيء، هني في شيء، ما في شيء، ما في. زين شلون افتح هذا الصناديق؟ الجنط ما عشان افتح. فطر هنا. خلاص خلنا نبدا نفكر شوي. يلا اول شيء يقول حط مكان حق الخيمه، بس كبدايه نفس البدايه ذيك. توتني. حلو، قطع سريع. حلو، الحين باخذ لي مكان حلو، ومنها انها تكون بدايه لكم حلوه. يعني انت مثلا اول ما تدخل السيرفر تكون مكان يعني محترم كذي وكبير. هني في صخر صح؟ اقدر اكسره؟ اي هذا في صخر هني وخشب حواليك. ولا دقيقة هني مو كنا خوش مكان. يلا خوش مكان. يلا خلنا نبني خيمتنا الحلوة. بحطها هني. هلا. طيب هذي بحطها هني عند الصخرة، يعني مكان محترم. طيب نحتاج صخر وخشب. استغفر الله. الحين جاي لك، الحين جاي. هدي خذ له راحتك. طيب كنا الحرارة زادت عندي. حلو، هذا بخليه هني على اتجاه. حلو حلو. وبصنع ستيك. شوف اقدر اطوره اخذ الاشياء هذه اللي هي هو شنو، بس هذا يحتاج عظم يعني هم صعبه. ودي اخذ رمح في بو. اشياء قويه انا ما طلعتها كلش المرحله طافت. طيب لا عشان لا استعبط، او ان خلنا نبدا اول شيء بالاشياء الحلوه نطورها. يلا قطع تعال حبيبي. تورتش نفعني، تذكرون قبل لما جاني الذيب على طول طلعت النار صار قاعد ذي يعني. خلوا ببالكم ان هذا اهم شيء. اضطر خلنا نستعمله.
طيب خلنا نصنع الفأس. حلو، استعمل الفأس. طيب قطع قطع، هو اختفت الشجرة. فول النار، بطنه يا حبيبي. كنا شفت هني اني اخذت السكلات، خلنا طال. اها اخذت اهم شيء الركض، وبعد هذه ركض ووزن، يعني هذول اهم شيء. دقيقة خلي يصير الصبح عشان نضبط الشغلات صح. دقيقة، مدام ان الشغل يعني زين بروح اقطع اكسر الصخر. حلو، جمع لي 4 4. هو ايش حالات السيرفر لما تبدا سيرفر؟ حالات اذا مت ولا شيء اغراضك ما تختفي، يعني السيرفر موجود اغراض هذه، ما ادري اذا بسنجل بلاير موجوده بس ما جربت. طيب ودي اصنع صندوق. ايوه صندوق بخليه هني. حلو، بخلي صندوق هني يعني فرن حق يعني اي واحد يجي ياخذه ولا شيء، وبخلي فيه الصخر. طيب وبجمع صخر واجد، يعني بجمع صخر وبعدين افول صندوق وقطه كذي، فهمتوا؟ عشان ما احتاج مره ثانيه مدام حنا بالليل خلنا نجمع. شو ورانا؟ طيب في طريقه انك تقدر تنام فيها، انك تجي كذي. اوه نقدر نطورها، يعني نكشف الطريقه الثانيه، يعني المكان الثاني. بس دقيقة، احنا مطورين هذا، لو نطور هذا احسن لنا صح؟ بس يبي لنا بعد خشب. حلو، صار الليفل الثاني. لما يصير الليفل الثاني تقدر تصنع الاشياء هذه، بس الصراحة هذا ما ادري وين تحصله. بالحيوانات تقدر تحصله او شيء. طيب اكلنا كنا بدا يخورها صح؟ خلنا نضبط شغلنا سريع. لا كنا واحدة هذه فولتنا. بعد بدنا خشب. الحين بصيد الغزلان بس. انطن قاعد يحمون حواليه. تشوفون الحين بقي 14 طقة يمكن عشان يتكسر صح؟ ايه 13، يعني الفاس هذا الاول 60 طقة مال الخشب طقة. اخذت البوينت زين. دقيقة، البوينت هذا اقدر استعمله حق شنو عشان اعرفها؟ مالت هذه. حلو، الليفل الثاني حيصير عندي خانتين زيادة، تشوفون حركات. طيب ايش رايكم؟ يبين هذا ذبح حيوانات عشان تتطور. حلو، طيب الحين خلنا نحاول نصيد الحيوانات، بس الطريقة اللي بسويها ان شاء الله اللي هي شنو، بجمع صخر واجد صخر عشان يخلص علي، وراح اطقه نفس الطريقه اللي سويته قبل، بس ان شاء الله ما راح اضيع. طيب يلا سوي صخر. مشكله اللعبه انه ما في يعني طقه واحده انك تجيب الصخر، لازم طقه واحده واحده تصنع واحده واحده. حلو 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 حلو. طيب هنا عندنا، هنا عندنا، خلينا نستعمل نروح نصيده. وينك وينك يا غزالي؟ ايوه واحدة. ايوه حلو، ثنتين. الحين وقف، شوف متى وقف. ايوه هذا حلو. الحين وقف عشان لا يروح بعيد. قبل كنت الحقه، ويوم ما الحقه شو اسمه يروح بعيد. لا الحين خلوه وقف عشان لا يودينا عند الذيابة، تذكرون انتم. تعال. أو توت. ايوه ذبحته. اول غزال هذا اللحم. ما يصير قط هذا. لا اكلته، تسممت. اوف يلا اخذت لحم زين. برد برد.
اللحم يبي له طبخ، فهمتوا؟ انا اوريكم اياه. طيب شلون تطبخ اللحم؟ شلون اشتغل اشتغل يا نار شبي. تمسك اللحم كذي تسحبه وتقطع على هذه، حلو. تمسك الثانية تحط، لا ما يصير، لازم واحدة واحدة. حلو حلو، ما يصير امسكه، امسكه. حلو حلو، الحين خلنا نستعمل، خلنا نشوف شلون كم تكفي. اوه تزيد بعد الطاقة، زين. ايوه، هذا لحم واحدة تكفي وتوفي. فولت، صدمني، فولت. طيب شفت شلون؟ حلو الحين. الحين شفت ما ذبحت هذا، اقدر اكتشف الاشياء هذه، بس ما ادري شنو. ادروب انيمالز بونز، يعني اخذ العظم، يعني المذبح هذا اخذ عظمه. حلو. طيب انا عندي اشياء هني، هذا اقدر احطه مع هذا. 16 باقي لي اثنتين، اقدر اصيد صح؟ ولا انطر انطر، ذيابة تحركاتهم بالليل دايم. العب المضمون، ما راح يقربون من النار. على في فيلم، في فيلم نفس القصة هذه. اوه شوف، اوه افخاخ، حلو الفخ هذا. شنو يبي له؟ اوه فل فل، دقيقة خلني اقط الشاي. بخلي هذا هني والتوت هذا هني. طيب واروح عند هذا واخذ لي فخ هذا حق الارانب. حلو. ناخذ اثنين. طيب اثنين هذول وين نحطهم؟ مثلا نخلي واحد هني. لا لا لا، مو كذي مو كذي، هذا شلون يستعملونه؟ كذي. كذي. حلو، حطيت فخين ان شاء الله عادي يصيد. هاي 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 اللي طلعون ديابا. طيب يبيلي الحين خشب للراس، شلون استعمله؟ اي ها، انا جمع لي خشب وحطه فوق صندوق خشب. الصندوق صخر تكسر. عادي نصنع. خلنا اطبخ. عندنا الحين اربع لحمات، شغل عدل. هي لا تطفي النار. هبه ريح، هبه ريح قويه، تشوفون الريح هذه المشكله كذي. تطفي النار بسرعه. والله ما كنت ادري على السالفه هذه. نحتاج خشب. يا وين نحتاج خشب واجد. بسرعه بسرعه، قطع قطع. لا تطفي النار. اوه ابغى تطفي. لا لا بارده يا جموع. شوف 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 النار شلون تطفي. لا 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 تكفين. لا لا لا، زادت زادت. انام انام بداخل الخيمة. وقف وقف الهواء. التطوير الثالث الحين صارت، عاد اقدر استعمل الاشياء هذه، بس احتاج شنو؟ طبعا الاشياء ما كشفتها. طيب خلينا نطور هذه عشان نقدر ناخذ شو اسمه. بطور هذا، هذه ودي اطور. اوه اقدر اطور البوكس او الدمج مالي. المهم حيل ودي اطور الدفاع، بس الدفاع لازم ما ادري شلون اطوره. لازم تاخذ لك طق، تنطق شوي على راسك بعدين تطور. الدنيا برد، بسرعه بسرعه قطع قطع. الدنيا برد برد، احتاج لفاس. انا فاس هذا هو.
كسر. زين زين هد هد الهواء هذا. ولو اخترت روبن ولا شيء خلاص انا حاضر. تدفى. اوه طيب هني شلون نطور هذا؟ نحتاج 20 صخرة. حلو اللي هي شلون نسوي ستون؟ ايوه ابجريد. يا سلام. اوه تاخذ لك شنو هذي؟ دقيقة هذي تقدر تاخذ الاشياء من الحيوانات. دقيقة عشان لا ننكب لان نحتاج بعد نصيد حيوانات عشان ليش نجيب العظم ماله. فاللي بنسويه ان شاء الله نصيد لي كم مخلوق. بس دقيقة وش خلنا ندفع عدل عشان ما ادري ننكب ما ننكب. يا ريت لو كنت عظم هذا ليش قلت هذا؟ ما ودي اطق هذا ولا اتحرش فيه الحين لانه قريب من بيتي. ثاني شيء راح نتوهق. طيب خلنا نمشي بالصخرة هذه. ايوه ايوه الحين عطنا هذا عطنا هذا. خله خله عطنا واحدة ثنتين. لو صير ثلاث. هلا ذاك وقف. ايوه 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 لا ما يمدي له ثلاث. لفة ترى. وقف وقف. ايش المكان هذا؟ اوه ايش لقيت انا؟ تعال 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 خلصنا اخيرا. يوه خلنا ناكل هذا. هذا شنو هذا المكان؟ طيب افتح الباب. برد برد عشان البرد. سريع سريع. هوا هوا شمالي جنوبية الحين جاية. عرر معي نار. كل لك واحدة في ضبط نفسك. طيب الحين هذا شنو هذا قلنا؟ اوه هذي تصنع مع هون. اوه 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 ما دريت. وهذا شلون طيب؟ كات شلون اقطعه؟ علموني. كله يقول بون بون هو العظم. شلون اجيب العظم؟ وباندج هنا حلو. العظم يطلع من الحيوانات طبعا اكيد يعني. تلقى هذا اللي عنده منقار هذا هو العظمه. ها؟ خلنا نقطع خشب. الظاهر هو الخنزير اللي يعطيني العظم. شوف انا بضحي بضحي بحاول اذبحه بس طبعا تضحيتي ما بتطيح هباء. صدقية احاول اني شو اسمه استعمل معاه الحيلة. حلو وينك يا خنزير يا معفن؟ خذ لك. لا هاي 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 وقف وقف. تعال 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 حبيبي قطع امه. لحم خنزير يا شباب. لحم خنزير حرام صح يا جماعه؟ طبعا ما حد يختلف فيها بس وقت الضروره حنا يعني عادي يا عمي ما تدري متى يجيك الجوع. الحين اسوي لك يا بيك. حلو حلو شنو اخذ؟ اوه سبيد يعني اطق اسرع. حلو حلو. طيب للحين ما اخذت لي شو اسمه ليش؟
ليش الليلة شكلها راح تجينا باردة. حلو. اوه هذا. طيب خلينا نشوف اللبس شلون يصنعونه. اكيد من الجلد يعني. اوه لا مو من جلد، هذا شنو؟ ارمر من خشب. حلو يلا لبسته. اوه شوف شفت بلا بعد خشب. حلو خلنا نصنع هذا الدرع راح يفيدنا. طيب تدرعت الشكل يعني حلو بخشب ولافع على جسمي، بس يلا اسمه درع يعني يحميني من طق الخنازير الخرم. اها لا دجاجة عطى واحدة. طيب انا بكسر شوية خشب. حلو، والشغل الحين بسويه اني بروح هناك وبشوف بتجه اللي مكان الكشافة هني. والله يتهيألي هذا. اي والله فرن. شنو اقدر استفيد فيه؟ والله كاشخ. يمكن عشان الطبخ ما طبخ يعني. يلا يلا خلنا نروح. اتوقع من هني من ورا. دقيقة خلنا نشيك. سيركس هذا ولا ما سيركس؟ صناديق. اوه خنزير. ما من امه ده. حلو. ايوه دخلت. اوه في اكل. حلو. بنزين. طيب اكل وبعد طفايه حريق ما اقدر استعمله. حلو هذا شنو؟ ما لنا فايدة. شنو هذا؟ لبس. اوب اوب يحميني من البرد. يا سلام. وهذا شنو؟ ليش ما تقدر تاخذه؟ اوه لازم اقط شيء. ناكل توت. بطارية. حلو. هذا بطارية ولا تهيألي؟ اي والله بطارية. بعد في شيء ولا شيء؟ طيب بطارية اقدر احطها هنا. هذا بطارية. ايوه بطارية. كان يوز جنريتر هاف دروب مدري شنو. طيب كشفت المكان هذا. حلو اخذت اشياء حلوة والله. اخذت اهم شيء هذا. الحين اقدر امشي مكان يعني وانا متدفي. شوف البرد ينقص شوي. خلنا نحط الاشياء هذه هني. البطارية محتاجة يمكن بعدين. حط هذا يمكن احد يجي ياخذه. حلو الحين خلنا نشوف شنو الاشياء اللي اخذناها اللي هي هذي حرف الفي. ايوه لبس شغل عدل. بس تلقى يجيني واحد يطقه يخربها. الحين بس متدفي احلى دفى. اخر انا بدأت تخلص الموارد هني خلاص. الحين صار لي اسبوع وقاعد بالمكان هذا. بالحلقه الجايه ان شاء الله يا شباب بكمل او اطلع مكان ثاني. اتجه مكان ثاني حلو يكون يعني مثلا اكثر الاشياء اللي فيه. انقل المكان هذا كله واتجه مكان ثاني ان شاء الله وراح استفيد. ليش؟ لان عندي اكل، عندي الحمد لله اشياء موارد نقدر ننتقل. ويلا يا جماعه مثل ما وصلنا نهايه الحلقه. يلا والسلام. خير وختام.